بشرى فرح، اهلا وسهلا بيك، الله صباح يسلمك النور. سعاد، الله يسلمك صديقتي سعاد، صباح النور عليك وعلى سلمك، كل الجزائريين في هذا اليوم المشرق. اليوم راه اهلا وسهلا بك. اذا نتكلموا على ضربات الشمس. اولا الاعراض تاعها قبل ما نروحوا للخطوره، ما هي اعراض ضربات الشمس؟ نعم نبداو نهضروا شويه على الشمس. حنا كنا تكلمنا عليها في الحلقات ولا في الاعداد السابقه، قلنا بلي ضروري ان الانسان يعرض الجسم تاعو للشمس، ولكن حددنا فتره 15 دقيقه اللي قلنا بلي هي مهمه لتركيب فيتامين دي، ولكن اذا زاد الشيء عن حده انقلب صح، الى ضده. وهذه هي الحاله اللي رانا فيها اليوم، خاصه مع هذه الاجواء الحاره حاليا اللي تشهدها الجزائر وعديد من البلدان، والمجتمع الجزائري صعيب دايره يروح للموسم الاصطياف دونك البحار، وهنا بداو هاد الاعراض تاع ضربات الشمس وخاصه الاسعافات بداو يستقبلوا هاد الحالات. ويعني مليح الانسان يستمتع بالخيرات، لان الشمس تاعنا البلد كيكون مشمس هو من الخيرات اللي نعمها علينا الله سبحانه وتعالى، ولكن نكونوا عقلانيين ويكون عندنا يعني ذكاء وثقافه وتوعيه طبيه، وهذا الشيء اللي رانا عليه اليوم. تكلمنا على ضربات الشمس وقلنا الاعراض، احنا المواطن الجزائري يقول لك ضربتني الشمس ولا يروح حتى سرقتني الشمس يعني باللهجه الجزائريه العاميه تاعنا، وهذا الشيء صحيح وراح نشوفوا علاش. لانه الجسم تاعنا في الدماغ راه عندنا ان ثيرموستا، يعني هو الدور تاعو راح يعدل درجه الحراره، كي تكون كاينه بروده في الجو هو الجسم تاعنا راح يسخن هذاك الجسم، والعكس صحيح، الا كانت كاينه الحراره بزاف سخانه بزاف واش راح يدير الجسم تاعنا؟ راح يبرد الجسم، ولكن عنده قدرات محدوده. يعني اذا كنا كان فيه تعرض للشمس لمده طويله بزاف، هنا راح يكون فيه اعراض اللي قد تكون بسيطه تتفوق من بين بسيطة حتى شديدة الخطورة. نبدأ من بين الأعراض اللي بالك نتكلم، راح المواطن يقول لك إيه صح بدات لي. نبدأ بالحرارة، يعني ده اللي يقول لك نحس راسي يغلي ولا الجسم تاعي يغلي، وهذا الشيء صحيح، لانه قلنا كي هذاك الثيرموستا يكون هذوك القدرات تاعو راح تتفاوتت، راح يتعطل هذاك الثيرموستا اللي عندنا في الدماغ تاعنا بطريقه بالتعرض للشمس مش فقط بالتعرض الحراره، المفرط للشمس للشمس، لان هنا اليوم خصصناها لضربات الشمس، ومن بعد راح نشوفوا العديد من الاعراض الاخرى. نبداو بصفه عامه، نبداو بدرجه حراره، الشعور بحراره، يعني يقول لك راني سخون بزاف، وتدريجيا تبدا تزيد هذه الاعراض، قلنا على حسب مده التعرض ولا التوقيت اللي تعرضنا فيه، دوك نتكلموا عليها هذه في الدقائق اللي راهي جايه. من بين الاعراض ايضا الام في الراس، علاش؟ لأن الجسم تاعنا راه فيه جفاف، يعني الترطيب هو خاصه في فصل الصيف هو مفيد جدا للجسم تاعنا وضروري خاصه. ومن بعد هذا الالم في الراس راح يجي هذاك الشعور اللي يقول لك الغثيان وبالدوار وحتى التقيؤ، يعني في بعض الاحيان، وكي نوصلوا للغثيان يعني الانسان خاصه الاطفال والناس اللي كبيره في السن، وبعض الحالات الخاصه مثل الحوامل والناس اللي عندها امراض مزمنه، يعني يجب تحاول على راسها في هذا المده الزمنيه. ومن بين الاعراض ايضا قد تصل الى الحروق، يعني خاصه في فصل الصيف والناس اللي قلنا في الموسم الاصطياف اللي تكون بزاف تروح اللي يتراودوا على البحار، يعني كي يقول لك من 8 تاع الصباح وهو تما حتى 8 تاع العشيه يتعرض للحروق. والحروق هنا نشوفوا هنا يعني لابو تاعنا ولا الجلد تاعنا نشوفوه كطبقه خفيفه، ولكن كان وضعوه تحت المجهر صديقتي سعاد راه فيه عده طبقات، تبدا من الطبقه السطحيه، يعني هذا ولا كان فيه تلف ناتج عن حروق ولا تعرض للشمس، رانا في الحروق بسيطه وسطحيه سوبرفيسيال درجه اولى، يعني هنا دوك نشوفوا كيفاش نحيي نفسي الاستمرار هذاك الحروق، يعني هذاك الطفح الجلدي اللي يسمع يعجبنا الاستمرار، يقول لك حنا البرونزاج الاستمرار، ولكن راح نشوفوا فيه عنده فوائد وعنده اضرار ايضا. واذا تجاوزنا هذيك يعني العقلانيه راح يزيد يدخل للداخل في طبقات اعمق، وهنا نقول لها هذه الطبقه الادمه، ومن بعدها كاين طبقة ما بعد الأديمة، ولا وصلنا ما بعد الأديمة رانا في الدرجة الثالثة، وهنا هي حالة مستعجلة يعني تروح للمستشفى في هذه الحالة. يعني بصفة عامة الحروق هي ثلاث درجات، وحنا الدرجة حتى الدرجة السطحية ويكون فيه آلام، لأنها عبارة عن التهابات تبدأ بالإحمرار الانتفاخ، وكاين بعض الأعراض اللي هما تكون هذاك العلم الأحمر اللي كي نشوفها لازم عليا نتوجه إلى المستشفى. كاين اللي بعض الناس يقول لك لا عادي
جميل انه يعني البرونزاج قابلتي الشمس، ولا اكيد لما تدخل البحر يعني الماء المالح يعني هو اللي يدير لك داك الاحمرار، يعني هنا رانا نشوفوا انه لا هذا الشيء خطير. نعم، هنا دائما نكون عندنا عقلانيه قلنا في التصرف، يعني اكيد في هذا الموسم الاصطيافي بما انه ربما سبحان الله نعم علينا بالبحار نروحوا للبحر، ولكن يكون عندنا كيفاش يعني بعض التعليمات والالتزامات. تكلمنا على الاسمرار واللي قلتي لي بزاف الناس يقول لك لا مليح ومليح للبشره، هو صحيح فيه فوائد ولكن هو تبدا بالاحمرار من بعد يروح الاسمرار اللون الاسمر. علاش؟ لانه هنا في هذه الشمس حنا نشوفوها شمس فقط ولكن فيها اشعه. من بين الاشعه تاع الشمس كاين اشعه الفوق البنفسجيه اللي فيها نوعين، والنوع اللي راح نتكلموا عليه اللي يخص ضربات الشمس هو النوع باء، هو كي راح يدخل في الجلد تاعنا كي يكون بعقلانيه راح ياثر على واحد الخلايا اللي نسمي لهم ميلانوسيد، هما اللي يديروا واحد الماده يفرز واحد الماده اسمها الميلانين، هذيك الميلانين هي اللي تعطينا هذاك الاسمرار تاع البشره. وعلاش قلنا عنده فوائد؟ لانه شحال ما تكون البشره عندها هذيك الاسمرار راح تكون كحاجز، يعني راح تمنع مرور الاشعه المهلكه للجلد تاعنا، واللي في بعض الاحيان تروح حتى لسرطانات الجلد، ولكن مش الموضوع تاعنا. ولكن هذاك الاسمرار مليح عليها، يقول لك خافوا بزاف من الناس اللي عندها البشره بيضاء يكون عندها تعليمات صارمه من الناس اللي عندها البشره السمراء، ولكن هذا ما يمنعش حتى الناس اللي عندها البشره السمراء ان تكون فيه عقلانيه. ومن بين الوسائل الوقائيه كاين بعض الكريمات الوقائيه اللي نشوفوهم الحمد لله الناس راهي عندها هذيك الثقافه، ولكن الاستعمال تاعها مازال خاطئ. وعلاش؟ لانه لازم علينا التجديد تاعها كل ساعتين. صحيح. وقبل ما نروح يعني قبل ما يروحوا الاطفال، خاصه الاطفال الكبار في السن، قبل ما يعوموا 30 دقيقه قبلها يقوم بهذاك طلاء هذيك الكريمه الوقائيه. وكي يخرج، لانه كما قلنا احنا كي راه في الماء خلاص راح المفعول تاعها، كي يخرج بيعاود يجدد هذيك الكريمه. من بين الاخطاء الثانيه الشائعه اختي سعاد، كاين الناس اللي يقول لك راني فضل، يعني ما كانش حاجه ولا راح نروح بعد العصر ولا في المغرب علاش ندير هذيك الكريمه. ولكن حتى في الظل كاين بعض الاشياء اللي احنا ما نحسوش بها، ولكن هي كاينه وراح هي هذاك الاضطرابات الجويه اللي احنا ما راحينش نحسوا بها ولكن راهي موجوده وتسبب لنا حروق وتسبب في الحروق. وهل يعني هذه الكريمه تمنع الحروق حتى وان كنت متعرضه لاشعه الشمس ساعتين ونغيره؟ معليش ساعتين ونغيره. تحمل الدرجة انها تمنع هذا سؤال مليح، يعني يقول خلاص راني حميت نفسي اذا عندي حريه في التصرف ونقدر نقعد من حتى 6 ساعات تحت الشمس؟ هذا الشيء لا خاطئ، لان هي عباره عن حمايه نزيدوها فقط، يعني مضافه وفقط راح تحمينا، يعني اذا كانت خاصه تكلمنا على موسم الاصطياف والناس حاليا اللي تاخذ السائقين اللي يروحوا في الطرقات، ايضا هذه من بين الوقائيه تاعهم، ولكن هذا الشيء ما يمنعش انه راح تكون فيه اشعه اللي راح تدخل الجسم. ومن هذه النقطه راح نروحوا الى التوقيت اللي لازم علينا قدر المستطاع نتفاداوه، خاصه في هذا الفصل الصيف وين تكون اشعه الشمس عموديه، يعني مباشره راح تدخل للجلد تاعنا، واللي في هذه الفتره تكثر فيها ضربات الشمس، هي من التوقيت 11 وحتى نقولوا 12 الى الرابعه الثالثه حتى ال 15 حتى الرابعه بعد الزوال. وحنا كان يقولوها لنا بكري يقول لك ما تعومش في وقت القيلوله، وهذا الشيء صحيح، لانه الشمس تكون عموديه. نعم. شكرا لك على كل هذه النصائح دكتوره بشرى، ونلتقي اكيد ان شاء الله في عدد اخر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هذه النصائح كانت مفيده للمواطن الجزائري. نتمنى لكم موسم ممتع وتهلاو بصحتكم. شكرا لك بشرى، نتمنى كل المشاهدين والمشاهدات انه استفادوا من هذه الارشادات والنصائح. تجنبوا ساعات ما بين العاشره الى الرابعه صباحا حتى تخرجوا او تنزلوا الى البحر، نتمنى لكم انكم تقضوا اوقات ممتعه بطبيعه الحال، وكذلك صيف ممتع ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام الان نروح الى فاصل غنائي مع الفنان الشيخ عين تادلس.